تيست تيست تيست، واحد اتنين. مستوطنين مستوطنين حر الله. اه ترجع تصنف الجواب ده ما تشوفش. يا متابعينا، اسعد الله مساكم بكل خير. في هذه اللحظات عشرات المستوطنين يهاجمون المنازل القريبه من حاجز بيت ايل القريب من مدينه البيره. يعني كما ترون في الصوره متابعينا، يعني متابعينا كما ترون في الصورة تواجد كثيف جدا لقوات الاحتلال على حاجز بيت إيل بالتزامن مع وجود عشرات المستوطنين، حيث قاموا بمهاجمة المنازل القريبة من الحاجز بعد العملية التي حدثت قبل قليل في بني براك في الداخل المحتل. يعني بحسب مصادر محلية، المستوطنين يلقون الحجارة تجاه السيارات المارة من حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. يعني متابعينا سنحاول الاقتراب الآن من مكان الحدث. يعني أيضا تواجد للمستوطنين على الشارع المحاذي لمستوطنة بيت إيل، المحاذي للحاجز كما ترون في الصورة. تواجد للمستوطنين بالعشرات برفقة قوات الاحتلال على الشارع الالتفافي القريب من مستوطنة بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. متابعينا تواجد لعشرات المستوطنين.
هنا متابعينا كما ترون تواجد لي عدد كبير من الآليات العسكرية على حاجز بيت إيل، بالتزامن مع وجود عشرات المستوطنين على الشوارع الالتفافية القريبة من حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. تواجد كثيف للمستوطنين في الشوارع القريبة من حاجز بيت إيل متابعينا. المستوطنين يقومون بإلقاء الحجارة تجاه السيارات المارة من هذا الحاجز، حركة نشطة جدا للجبهات العسكرية بالتزامن مع تواجد كثيف للمستوطنين على أطراف الشوارع القريبة من حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. كريم ارجع ارجع من ورا، تعال ارجع من ورا، تعال يعني هجوم لعشرات المستوطنين في هذه اللحظات متابعينا على السيارات المارة من الشوارع القريبة من مستوطنة بيت إيل. هجوم للمستوطنين في هذه اللحظات على السيارات متابعينا، يعني كما ترون في الشارع الالتفافي تواجد للسيارات، تواجد للمستوطنين بالقرب من السيارات المارة. المستوطنين يقومون بإلقاء الحجارة تجاه هذه السيارات التي تمر من الشارع القريب من حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. توافد لعشرات الشبان الفلسطينيين للمكان من أجل صد هجمات المستوطنين. يعني سنحاول الاقتراب من المكان. متابعينا كما ترون في الصورة هجوم للمستوطنين على السيارات الفلسطينية. يعني اندلاع للمواجهات في هذه اللحظات، الشبان الفلسطينيين يقومون بإلقاء الحجارة تجاه المستوطنين من أجل صد هذه الهجمات. متابعينا كما ترون تواجد لعشرات المستوطنين برفقة قوات الاحتلال في هذه اللحظة تهاجم السيارات المارة من الشوارع القريبة من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة البيرة. نحن معكم في تغطية مباشرة ومستمرة لتغطية هذا الحدث.
المستوطنين يهاجمون السيارات المارة من الشوارع القريبة من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي مدينة البيرة. يعني تسارع للأحداث خلال الساعات الأخيرة متابعينا. يعني إغلاق لحاجز بيت إيل في كلا الاتجاهين. في هذه اللحظات هجوم للمستوطنين بيع الحجارة على السيارات المارة من الشارع القريب من مستوطنة بيت إيل. تواجد للمستوطنين بالقرب من الشارع الجديد الترابي الذي تم إنشاؤه مؤخرا. يعني حركة نشطة جدا للجبهات العسكرية الإسرائيلية على الشارع الالتفافي القريب من مستوطنة بيت إيل. هجمات للمستوطنين في كافة المناطق الفلسطينية. تواجد كثيف للجبهات العسكرية والشرطة الإسرائيلية على الشارع الالتفافي القريب من حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. كما ترون في الصورة تواجد لعشرات المستوطنين يقومون بمهاجمة السيارات المارة من هذا الشارع. يعني في خبر عاجل الآن، مستوطنة كريات غات تعلن وقف كل أعمال البناء، وبلدية أسدود تعلن إغلاق السوق المركزي غدا بسبب العمليات الأخيرة. يعني ما زالت هجمات المستوطنين مستمرة حتى اللحظة على السيارات الفلسطينية المارة من بالقرب من حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. إغلاق للحاجز في كلا الاتجاهين. نحن معكم في تغطية مباشرة ومستمرة منذ لحظة الحدث حتى اللحظة متابعينا.
الحادث فكر الحادث. يعني متابعينا اغلاق لحاجز بتقيل المقام على اراضي مدينه البيره في الاتجاهين. قوات الاحتلال تقوم بارجاع السيارات الماره. تسارع للأحداث في الساعات الأخيرة بعد العملية التي حدثت قبل ساعات في بني براك في الداخل المحتل والتي أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين واستشهاد المنفذ ضياء حمارشة من بلدة يعبد قضاء مدينة جنين. يعني في هذه اللحظة توافد الشبان بالعشرات تجاه عملية بني براك. بني براك يعبر. يعني توافد لعشرات الشبان في هذه اللحظات تجاه قوات الاحتلال. يعني كما ترون تواجد كثيف للآليات العسكرية في مكان الحدث في بالقرب من حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. متابعينا تغطيتنا ما زالت مستمرة حتى اللحظة. هجمات للمستوطنين بالعشرات تجاه السيارات المارة من الشوارع القريبة من حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. يعني كما ترون حركة نشطة جدا للآليات العسكرية في مكان الحدث. نحن معكم في تغطية مباشرة ومستمرة عبر شبكة جي ميديا الإخبارية. يعني كما تستطيعون سماع المستوطنين يقومون بالغناء في هذه اللحظات. تواجد لعشرات من الجنود من المستوطنين بالقرب من الآليات العسكرية. يعني كما ترون صورة لعشرات المستوطنين الذين يهاجمون السيارات المارة من الشوارع القريبة من مستوطنة بيت إيل المقاومة على أراضي مدينة البيرة. يعني كما ترون في الصورة عشرات المستوطنين يحتمون خلف الجبهات العسكرية ويقومون بمهاجمة السيارات الفلسطينية المارة من هذا الشارع القريب من مستوطنة بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. تواجد كثيف للآليات العسكرية الإسرائيلية في مكان الحدث. Thank you.
يعني هجمات المستوطنين مستمرة حتى اللحظة متابعينا. تواجد كثيف للمستوطنين والقوات العسكرية الإسرائيلية جبهات الاحتلال في بالقرب من حجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. نحن معكم في تغطية مباشرة ومستمرة عبر شبكة جي ميديا الإخبارية لتغطية هذه الأحداث أولا بأول. يعني متابعينا كنا معكم في هذه الصورة من حاجز بيت إيل المقام على أراضي مدينة البيرة. سنكون معكم في بث آخر في حال استجد أي جديد. ابقوا معنا.